تشويقنا الرائع بهالحلقه الرابعه المباشره من تصفيه النصف النهائي بهالموسم من Arabs Got Talent. وتحيه كثير كبيره لكل يلي عم يتابعونا عبر ام بي سي 4 ام بي سي مصر وقناه المستقبل الارضيه. الجمهور متحمس معنا الليله. تمام كده نبدا مع اول منافس معنا الليله في الاوديشنز. قدم عرض هائل جدا لانه جمع ما بين الخدعه البصريه والتكنولوجيا في وقت واحد. راح يخفينا الليله صح؟ لا هو حيخفيك انت على الاوسكارز ان شاء الله. تحيه كبيره لمولا. Very nice show. الفكرة كانت بسيطة وجميلة وأنيقة. ما عملش حاجة خاصة بيه هو بس، عشان كده أنا ذهلت في أول مرة. عندك أربع نعم. I'm Moula. I'm originally from Algeria. I grown with the idea about making magic, and now I blend magic and technology. I decided to make an engineering school, and now, after 5 years of studies, I have a degree. I am an engineer, specialized in virtual reality, and I use this into my show. أنا شايف كتير شوز من هالنوع، لكن ملا كان له نكهة خاصة تمتع فيها، والفكرة كانت رائعة. ما بتشبه حدا. Last time Najwa you saw something strange, but this time it will be very very different. For the show of tonight, I need to be very concentrated because I have a lot of things to do in just 2:30 of show. I work a lot on the magic because everything needs to be very perfect, and I also work on my own body to do one illusion of this show. القطعة اللي قدمها الملا على الأرض زعتان كانت قطعة جديدة، وأنا سعيد إنه هذا الشاب عم يقدم هذا الفن للعالم العربي وعم يبتدئ فيه على أرض زعتان. Message for Ali is stay stick on your chair and keep your eyes focused on the show. Because the thing will be very fast.
عم تشتت. لا هي مشمسة هنا. خلينا نسأل أعضاء اللجنة، منبلش مع علي لأنه طلب منك تركز فوكس. الله ركزت أنا بس ما أعرف الشيف كيف عمل آخر شيء حقيقة. يعني عرض ممتع جدا وهيدا هيك الترند جديد، يعني الطريقة جديدة بالعروض اللي هي مزيج من الفيديو لل نسميها 4D موسيقى وأشياء حقيقية عم تحصل على الستيج. هيدا جديد بالعالم العربي وحلو وأنا الحقيقة فخور إنه يعني شاب من عنا عم يعمل هالأمور العظيمة هاي. شكرا حلمي. أنا بحب أوي العروض اللي بتبقى فيها مضمون أو فكرة ومش مجرد بس إضاءة وطريقة وخفة يد وكده. دي أحلى حاجة الحقيقة في العرض، والفكرة كمان اللي قدمها مهمة جدا 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 للي يفهمها. صحيح أنا ما فهمتهاش بس وأعتقد الفكرة ليها علاقة بالسؤال اللي سألته لي في أول الحلقة، حاجة ليها علاقة بالسوشيال ميديا وقد إيه ممكن تأثر وقد إيه ممكن. أحب قوي أنا النوع ده اللي بيبقى يقدر يوعي حد في حاجة أو يعمل خطوة لقدام في حاجة إيجابية مش سلبية. برافو عليك ناصر. الفكرة اللي يحكي عنها بشرحها للأخ العزيز. فكرة تقول يعني اللي واحد يستخدم الموبايل تبعه وما ينام بكير بيضيع الجوال تبعه. يبقى حلو عشان هو لازم. هيدا الملخص. أنا مع أحمد إنه العرض فيه فكرة جميلة وبسيطة. علي قال نقطة مهمة إنه هذا لون جديد وفي ريادة محسوبة لملة. الموهبة هذه مكلفة يعني كوستلي، مو مثل الألعاب الفردية العادية، وهذا أيضا يتحملها ملة لأنه هذا أيضا يدخل هو أنه يقدم لنا لون جديد، بالعكس لون مبهر والأجمل أنه محمل بفكرة كثير جميلة وبسيطة. نشوى ما فيني زيد على اللي قالوه إلا شغلة بدي أستعين فيها بناصر، بدي أقول له يخرب بيتك. شو جميل. شو حبيتك؟ شو حبيتك؟ عن جد تنحب كيف ما كنت باللي قدمته بياخد العقل. الهاتف الموبايل وينه؟ اوكي طيب. ايوه مفاجأة النجوى اعتقد. This is the mobile. So NASA can you keep it? Yep. Okay. Don't touch it. Just keep it. Okay. So Ali, Najwa, Ahmed. أحلى شيء تلفظ اسمي. نصير علي نجوى أحسن شيء. نجوى. Can you choose any card you want? I did. Thank you. Do you want to change? No. No. So show the card to everyone and to the camera too. Okay. أنا شفته. Show to the camera here. Yeah. Okay. Perfect. Can I take back the card? Okay. Thank you very much. You know why I asked you to keep my phone? Why? Can you give me back my phone, please? No. Give me back my phone, please. تقول له لا يسخطك. Just like this. Ali, can you keep the card, please? No. Okay. Keep the card, Ali. Why? Please. خايفين منه. So look, in the phone, that's good. Right here, you see, there is a card here. Look. بتطلع بالتليفون. ربيتك. The SIM card. لا. What was your card? لا. لا لا. لا. بس لحظة 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 لحظة. في شيء تاني ممكن أنا أضمر عليه ويطلع بالتليفون؟ You can keep the telephone if you want. Okay. It's a joke. Joke.
This is a present for you, a souvenir. Thank you. Thank you. تمضي لي عليها؟ Yes. لأنه أنا رح أشوفك بالمستقبل نجم كبير. كل دي امضى. مش انت على ورقه، مش الكوتشينه كلها. ايوه اعتبر انه خلص هذه العشره منك الى ابد لا ابد. It's an invisible message. But you can see. Thank you. Thank you يا مولا. Thank you مولا. شكرا. لو حبيتوا ترجعوا تشوفوا مولا مره ثالثه في عرض نهائي اخر، صوتوا له على الرقم 31. مولا شكرا لك. بالتوفيق. بدايه حلوه. اصحاب الموهبه الثانيه اجتمعوا على حب الغنى وقرروا يعيدوا